بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مره تانية في كورس كونفيجريشن مانجر. المره دي هنكمل كلامنا عن الابلكيشن ديبلويمنت. احنا النهارده هنعمل ديبلوي للنوت باد بلس بلس. لو جيت اخترت الداونلود 64 بت انستور، هيعمل لك داونلود لملف اي اكس اي فايل. مجرد الملف ده ما هيحصل له انستول. طبيعه الاي اكس اي فايل مش زي الام اس اي اللي هو ما فيهاش الداتا بتاعت السيت اب، ما فيهاش الداتا بتاعت الانستول، ما فيهاش السايلنت كوماندز بتاعتها، مش معروفه بشكل منتشر زي الام اس اي. فانت عشان تعمل ديبلويمنت للابلكيشن بالشكل ده، محتاج تكون عارف الكوماند لاين اللي هتستخدمها في السيت اب الاوف السايلنت سيت اب بتاعه او الكوايت سيت اب بتاعه. هنحتاج ناخد الفايل ده اوريدي عندي اهو، ادي على السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر. انا دلوقتي وديته على السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر اهو، وحطيته في الفولدرز اللي اسمه ابل شيرد. المره دي ما حطيتوش جوه الفولدر عشان ابين لكم حته لما يحصل داونلود هيحصل داونلود للفولدر كامل، هيعمل داونلود 7 زيب والنوت باد بلس بلس. في حبه كونفيجريشن تقدر تعملها للسوفت وير سنتر. لو جيت على client setting default client setting computer agent، ايه اللي هيظهر في الـ software center؟ هسميه lab مثلا. في new software center ده اللي احنا شفناه، وفي software center قديم. فانت عاوز تستخدم القديم اللي هو كان قبل فيرجن 16.06، ولا عاوز تستخدم الجديد؟ الفرق بين القديم والجديد بشكل اساسي الفيو بتاعه. تاني حاجه الابلكيشنز اللي كانت بيحصل لها يعني ديستريبيوت فور يوزرز ما كانتش بتظهر في سوفت وير سنتر، دلوقتي عاد بتظهر في سوفت وير سنتر. فانت عاوز تستخدم الجديد ولا القديم؟ لا، هستخدم الجديد. هنا بعض الاوبشنز اللي هو الابلكيشن هيحصل له ديبلوي بعد وقت قد ايه، ولو هو الابلكيشن محتاج ريستارت هفرصه ريستارت ولا لا، ولو هفرصه بعد وقت قد ايه. والباور شيل ران والبيت لوكر بيرميشنز وكده. فهاجي هنا اقول اوكي، وهبتدي اعمل ابلكيشن بتاع اقول كريت ابلكيشن. الابلكيشن بتاعك اي اكس اي، هو باي ديفولت الاي اكس اي مش موجود، الموجود ام اس اي ومجموعه من الابلكيشنز بتاعت موبايل والكلام ده. احنا اي انفايرمنت هتلاقيه بشكل اساسي المستخدم فيها ام اس اي و اكس اي. في ابلكيشن بتحول من اي اكس اي ل ام اس اي وتاخد الباكج بتاعت الام اس اي تعملها ديبلوي، انما في طريقه ان انت تديبلوي اي اكس اي على طول. هتيجي هنا من مانوال سبيسيفايز ابلكيشن انفورميشن نيكست، هتدي له النيم بتاعه هنسميه مثلا نوت باد بلس بلس. هنا هتحط الفيرجن بتاعتك مثلا البابليشر لو انت عاوز تحط الداتا ديت لليوزر، مثلا مين الراجل اللي عمل كريتد الابلكيشن ده، ومين الكونتاكت عشان عندك مشكله في الابلكيشن. ولو انت عاوز تحط كاتيجوري الابلكيشن ده مثلا هنقول له سيلكت، ونقول له كريت، ونقول له اللي هي ديفلوبر. الكاتيجوري بتاعته اللي هو بيسبورت ديفلوبر، اقول له نيكست. الابلكيشن بتاعك اسمه نوت باد، عاوز تحط له ايكون اقول له براوز. خلينا نجيب له اي ايكون من هنا. اوكي، دلوقتي مثلا مثال انت اخترت ايكون، هيدي الايكون اللي هتظهر في السوفت وير سنتر. هتقول له نيكست ديبلويمنت. طيب هتحط بقى الابلكيشن بتاعك ذات نفسه، هتقول له اد الابلكيشن بتاعك هتختاره ايه. المره دي هنختاره سكريبت انستولر، فده بيقول لك كده مانيو ولا سبيسيفاي ذا ديبلويمنت تايب. نيكست الابلكيشن بتاعك نوت باد بلس بلس. الكونتنت بتاعتك موجوده فين؟ موجود على السيرفر بتاعي scm.run/apps. سيلكت الفولدر، ايه الانستليشن بروجرام هو ايه؟
هاجي هنا اختار الملف ده، سلاش اس. معنى كلمة سلاش اس اللي هو ان هعمل استخدام سايلنت مود، انا مش هطلع اي حاجة لليوزر اسأله على حاجة، الانستليشن سايلنت. اي ابلكيشن اي اكس اي السايلنت الاكستنشن او سايلنت كوماند بتاعته بتختلف، مجرد سيرش بسيط على الانترنت هيجيب لك ايه اللي المفروض هتكتبه بعد السيت اب فايل، او ايه الكوماند لاين هتستخدمه علشان تقدر تسيت اب الابلكيشن ده. هنا ازاي اقدر اديتكت الانستليشن الابلكيشن ده حصل له انستول ولا لا، علشان مش كل شويه ابتدي اعمل سيت اب للانستول تاني، اعمل سيت اب تاني، فانا محتاج اديتكت السيت اب ده انستول ولا لا. ف مثلا خلينا نسيت اب الابلكيشن هنا على السيرفر بتاع الكونفجريشن مانجر علشان نستخدم الداتا ديت اللي احنا بنديتكت بيها الابلكيشن. في كذا طريقة اللي انت تديتكت الابليكيشن موجود على المكنة ديت ولا لا، علشان ما تحصلش انستوليشن تاني، اللي انت تديتكت فايل او فولدر، او تديتكت ريجستري او ويندوز انستولر. الريجستري مثلا خلينا نفتح هنا ريد اديت، اي ابليكيشن بيحصل له سيت اب بيروح في سيت اب نفسه في الريجستري، لوكال ماشينز سوفت وير كرنت مايكروسوفت او نوت باد. فدلوقتي انا لو دورت على الريجستري لقيت نوت باد بلس بلس مثلا هنا، فاعرف ان السيرفر ده مثلا عليه نوت باد بلس بلس. وبرده في هنا ريجستري كي، اي ابلكيشن بيكون بيحصل له انستليشن بيكون موجود هنا ايه الانستليشن داتا بتاعته. فدي اول ميثود. تاني ميثود اللي انا هديتكت والله لو في ابلكيشن موجود في تحت السي بروجرام فايلز فولدر اسمه نوت باد بلس بلس، فكده خلاص يبقى الابلكيشن انستولد. او لو في الفايل اللي اسمه نوت باد بلس بلس يبقى كده السيت اب ده موجود فعلا، فانا مش محتاج اعمل سيت اب تاني. فدي الميزه اللي كنت الفرق بين الام اس اي سيت اب والاي اكس اي سيت اب. الام اس اي الداتا ديت الديتكشن والكلام ده بيحدده هو اوتوماتيك، مش محتاجين نظبطها. فانا المره دي هستخدم فايل سيستم، النوع فايل مش فولدر، براوز. انا عملتها على مسؤول على الجهاز عندي علشان بس اقدر ابراوز بشكل سهل. نوت باد بلس بلس الفايل نوت باد بلس بلس، فبالشكل ده بيقول لي لو الفايل اللي اسمه نوت باد بلس بلس موجود على الجهاز يبقى خلاص الابلكيشن ده انستول، ده مش محتاج اعمل انستوليشن تاني ليه. هتنستول في اليوزر ولا فور سيستم؟ احنا عملنا قبل كده انستول فور سيستم، خلينا المره دي نستول في اليوزر. الليفل بتاع الفيزابيليتي اللي هتظهر لليوزر شكلها ايه، فهنسوي نورمال. ريكويرمنتس احيانا بيكون ابلكيشن بتحتاج اجهزه عليها ميموري معينه، عليها سي بي يو سبيد معينه، فانا مش هتيح الابلكيشن ده ينزل للكلاينت غير لو كان محقق شروط زي مثلا الميموري، الكمبيوتر سبيد، الديسك سبيس، الكلام ده. انا مش هعمل حاجه هنا، هسيب مفيش ريكويرمنتس. ديبندنسز احيانا بعض الابلكيشن قبل ما تنزل بتكون محتاجه، مثلا يعني ابلكيشن محتاج يكون في دوت نت نازل قبله، مش عارف محتاج الورد فيور يكون نازل قبله. فانت لو جيت هنا اخترت ديبندنسز بتاعتك، لو انت كنت عامل ابلكيشن تاني مثلا 7 زد ده، لو هو انت محتاج تنزله الاول قبل ما تنزل النوت باد بلس بلس، فبتيجي هنا تختاره. ومجرد ما انت اخترته 7 زد، لو يوزر اختار النوت باد 7 زد هينزل اوتوماتيك ليه، علشان 7 زد مش هيشتغل، سوري النوت باد مش هيشتغل غير لو انت كنت منزل ال 7 زد. نكست نكست كلوز. فاحنا بالشكل ده عملنا ديبلويمنت تايب اسمه نوت باد بلس بلس نوع سكريبت. نكست كلوز. كده انا محتاج اعمل ديبلوي للابلكيشن ده. انا هديبلوي المره دي لليوزر، فكولكشنز يوزر كولكشنز
for users. Okay, next distribution point. نعمل distribute عليها. أنا المرة دي عملت distribute direct. أنا عملت distribute من خلال اليوزر بتاعت الديبلوي. Install available. Yes, user experience, alerts, summary. Close. لو رحت على الكلاينت ماشين بتاعتي وعمل لوجن وهرن الاكشنز بتاعتي فلو جيت هنا هتلاقي اللاب اتغيرت تمام بس الابلكيشن ما ظهرش عندي فالابلكيشن اللي هو ببلش ويد يوزر عشان يظهر لازم اكون منزل رول اللي اسمها ابلكيشن كاتالوج فهاجي هنا في ادمنستريشن سايت كونفيجريشن سيرفر اند سايت سيستم رولز اد سايت سيستم رولز هتختار الابلكيشن كاتالوج سيرفيس بوينت والويب سايت بوينت الويب سايت ديت الويب سايت ذات نفسها الويب سيرفيس ديت السيرفيس اللي هتكلم تخلي الويب سايت يكلم الكونفيجريشن مانجر ويظهر الحاجات بتاعته للناس هقول له نكست الاي اس ويب سايت الديفولت ويب سايت الويب سايت ابلكيشن نيم هو ايه البورت اللي هشتغل عليها السيرفر اللي هشتغل بورت 80 تمام الاسم اللي هيظهر في الويب سايت السيم بتاع الويب سايت عاوزها ازرق عاوزها لون تاني فخلينا نسيبها خلينا نغير اللون خلي اورنج نيكست نيكست كلوز السيت اب هياخد بعض الوقت فخلينا نوقف شويه لغايه ما السيت اب بتاع الابلكيشن كاتالوج يخلص هو مش مجرد اللي هو قال لي اوكي كده وحصل السيت اب لا لو جيت هنا مثلا في التاسك مانجر هتلاقى في بعض السيرفيس بتاعت الانستليشن بتاعتها هتبتدي ترن نقول الانستولر اهي ومن خلال برضو اللوجز بتاعت الكونفجريشن مانجر برضو من خلال المونيتورنج من هنا سيستم ستاتس سايت ستاتس هتلاقى الابلكيشن كاتالوج سيرفيس بوينت الستاتس بتاعتها ايه برضو بما ان ديت عبارة عن ويب سيرفيس بتنزل في الاي اس فمن خلال الاي اس تحت السيرفر في السايت هتلاقي تحت الفولت ويب سايت هتلاقي الابلكيشن كاتالوج والابلكيشن كاتالوج سيرفيس وفي الابلكيشن بولز هتلاقي الكونفيجريشن مانجر ابلكيشن ويب سيرفيس بول والبورتال بول فبالشكل ده الابلكيشن خلص سيت اب فانا جيت هنا سي ام ابلكيشن كاتالوج قلت له براوز على بورت 80 اوكي هتلاقي عندي النوت باد متاحه اللي انا هيحصل لها انستليشن اول 7 زيب من ظهر عشان النوت باد هي الانستولد للكلاينت او لليوزر وال 7 زيب هي الانستولد للكمبيوتر زي ما شفنا اللاب اب كاتالوج اللي انا كنت كتبتها لو برضه في بعض الكونفجريشن للابلكيشن كاتالوج من كلاينت سيتنجز ديفولت كلاينت سيتنجز كمبيوتر ايجنت انا عاوز الابلكيشن كاتالوج ويب سايت هي ايه
هقول له اوتوماتيك ديتكت مثلا، او تكون نكتب باستخدام الانترنت او النت بايوس نيم بتاع البوينت بتاعتها، او نكتب باستخدام النيم اوتوماتيك حسب ما انت عاوز، احطها في تراستد سايتس في الانترنت اكسبلورر يس، الاو السيلفر لايت ابلكيشن يس، هقول له اوكي. كده هروح على ويندوز 8.1 من اكشنز، هرن الماشين بوليسي ريترايفر ايفالويشن سايكل علشان يحس الرول ديت حصل لها انستول. بعد كده ابلكيشن ديبلويمنت ايفالويشن هرنها علشان اقول له هات لي الابلكيشن اظهره لي. فدلوقتي بعد ما رنيت الماشين بوليسي والابلكيشن ديبلويمنت ايفالويشن سايكل، لو جيت فتحت السوفت وير سنتر بتاعي هتلاقي الابلكيشن نوت باد ظهر عندي بالايقونه بتاعته اللي احنا كنا حددناها. ولو كنت جيت هنا في الديفايس انستليشن ستاتس قلت له اوبن ذا ابلكيشن كاتالوج ويب سايت، هيفتح لي الويب سايت علشان هو جاب الداتا بتاعتها من اخر ايفالويشن سايكل هو عملها. اقدر اقول له انستول من هنا او اقدر اقول له انستول من هنا عشان هو افيلابل. خلينا انستول من الويب سايت، يقول لك احتمال ريستارت يكون ريكوايرد. ماشي، رغم الويب سايت، رغم اللي هو الابلكيشن ده متاح خلال الويب سايت، بس مش هينزل غير لو كان الكمبيوتر عليه كونفيجريشن مانجر ايجنت. هنا الابلكيشن سيت اب بدا بتاعه ستارت، الستاتس بتاعت الانستليشن تقدر تتابعها من هنا. انستولينج زي ما انتم شايفين ما سالنيش عن اي حاجه، فهو ده سايلنت انستليشن. ولو دخلت هنا على التو هتلاقي نازل الفولدر كامل زي ما قلت لكم. وبرضه هتخش على السي بروجرام فايلز نوت باد بلس بلس، المفروض هيظهر هنا في اي وقت.